شو انت تيجي باسلوب التربيه انك تكلم وتسمع. حتى مره جت عند الريجي هي متعوده عند ابوي، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا الصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة، أبعثه اللهم المقام محمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد، أعطينا بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام والحمد لله على رسول الله. أما بعد، نحب نذكركم يا أخوان بوقف الرحماء تبع جمعية عروة الخيرية، الله يجزاهم خير. والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال أن هناك زانية أسقط لها كلب وانتم بالكرامة ودخلت الجنة، غفر الله لها ودخلت الجنة. فما بالك إذا تصدقت أنت مبلغ يسير 250 سهم الفرد أو 500 البر الوالدين أو 750 على الأسرة تسقي لك يتيم، تكفل لك يتيم وأرملة، وتصرف على مساكين وفقراء وطلاب، وتعالج لك مرضان. مبلغ يسير، والله أننا لا نعلم، من الممكن يكون هذا العمل هو سبب لدخولك في الجنة. جميع أعمالك اللي فعلت ممكن أنه ما يرجع الميزان إلا هذا العمل الصالح. تفضل يا ابو عبد الله. الله يرفع قدرك وقدر من يسمع. الله يسع منا ويكون في طاعته، الله يقبل منا ويكون صالح الاعمال. مثل ما تفضل ابو سعيد، الجنه حفت بايش؟ مكاره. بالمكاره. والنار حفت بالشهوات. ربما ان الواحد منا يروح لكافيه معين، ولا يروح المطعم، ولا يروح السوق، والله انه يتعايب انه يسال ليه المبلغ الفلاني، وحتى يقول كم، يقول كم المبلغ، انه يتعايبها. ولكن إذا جاء في أبواب البر وأبواب الصدقة بدأ يمالي نفسه ويراجع حساباته ويراجع أموره، وإيش اللي عندي وإيش المتقدم وإيش المتأخر. شوف، هذه توفيق من الله سبحانه وتعالى. عرفت؟ الشيطان الآن معك، بس في المطاعم وفي الكافيهات أخذ راحته، الله يستعملنا ويكون في طاعته. ذكر في قصة أحد الدعاة المعروفين في مكة المكرمة، رأى في المنام 3 أيام ان فيه رجل اسمه فلان الفلاني الفلاني، الداعي هذا اتاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا النبي حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: روح الفلان ابن فلان الفلاني في المنطقه الفلانيه واخبره انه في الجنه. لا اله الا الله. والقصه هذه قريبه، يعني اليوم الثاني يقول جاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: روح الفلان الفلان الفلاني واخبره انه فين؟ في الجنه. اليوم الثالث ونفس القصه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، داعي يقول: ما عاد، خلاص ما عاد رقدت اليوم الرابع، خلاص. طبعا الرجال هذا في مدينه جده، راح الداعي هذا ومر جده وسال عن الرجل هذا واستفسر عنه ودلوه على عنوانه. طبعا يقول الرجل هذا في حاره شعبيه، الله يمنعنا وياكم، يقول حاره حتى ممكن الطيور ما تجيها، في مكان غير معروف ومكان نائي على جنب. بحث عن بيته وحصل بيت،
دق عليه الباب يقول طلع علي هذا الرجل يقول سبحان الله، يعني بمصطلحنا العامي غضب الله في وجه الرجل هذا، لا يرى فيه ملامح الطاعة، ما فيه، غضب الله في وجه الرجل هذا. يقول طلع عليه قال أنت فلان فلاني؟ قال نعم. أنت فلان فلان فلاني؟ قال نعم. قال أنا جايك النبي صلى الله عليه وسلم ثاني في المنام 3 أيام وأخبرنيك في الجنة. يقول فسقط يبكي. قال الرسول جاك 3 أيام؟ قال لي نعم. إيش العمل اللي سويته؟ دخلهم قال والله إني ما أعلم إني إذا ما في جدة فاسق فأنا أفسقه. قال طيب إيش العمل اللي سويته؟ قال والله ما يعني ما أعلم من الأعمال اللي فعلتها إلا عمل واحد. يقول جارتي هذه مات زوجها، يقول فحلفت أن أقسم راتبي بيني وبينهم. قالوا ها تعال تعال بنروح ناخذ لنا عمره وبنصلي وان شاء الله الله يهدي قلبك، وانت الان خلاص الله المستعان جائزه عظيمه حصانه. يقول روحوا لمكه طاف وصلى ركعتين في اخر سجده توفاه الله سبحانه وتعالى. طيب شفتوا عظم الصدق؟ رجل فاسق ما يعرف الله سبحانه وتعالى ولكن بذل وانفق، جزاه الله على حسب عمله. الله يستعملنا لكم في طاعته، والله يكتبنا ولكم الأجر. وقف الرحمة في جمعية عروة بذل لكم هذه المبادرة الطيبة وفتح لكم أبواب البر. السهم الفرد ب250 وسهم الوالدين ب500 وسهم العائلة ب750. يا بغي الخير أقبل، أبواب الخير قدامك. يومين 13 أيام قالوا والله الوقف انتهى، فاز فيه من فاز وتقاعس عنه من تقاعس. الله يعنا وياكم، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله يجزاك خير. اياكم.